بكل مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام في هذا الحفل وهذا المحتفل في انطلاق هذا الشوط، الشوط الرئيسي الخاص بالجعداني في منافسات سن اللقاية. على بركة الله تعلن هذه البداية من خلال هذه المشاركة هنا في مهرجان المؤسس الذي ينطلق هنا في هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان المنافسة، ميدان حضور الأسماء المتميزة دائما في كافة الأعمار وعلى أعلى المستويات. على بركة الله انطلق الجميع في هذا الشوط، رحلة هنا مدارها 5 كيلومترات تحمل بداية الإثارة في هذه الفئة، فئة الجعدان، مؤكدة بوجود أقواها وأعتاها في هذا الاندفاع القوي الذي بدأ هنا حاملا هذه البداية الأولى. نذهب إلى المقدمة نتابع قائد الصدارة في هذا الشوط، هو الأشقر مبارك بن علي بن مانع العجمي، بينما المركز الثاني مبدع المركز الثاني حسين بن علي بن حسين بالسيقان المري، والمركز الثالث يا سلام هناك يتواجد مطفي سعيد بن مانع بن عايض العبد في هذه اللحظة، وعلى المركز الرابع دخول من مهاجر لطالب بن جار الله أو جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري، وفي المركز الخامس ظهر دابان سالم بن ناصر بن سالم الحفيظ المري. 5 أسماء هنا تظهر في هذا الشوط تؤكد هذه الأسماء أن الكل جاء هنا في هذا الميدان في هذه اللحظة في هذا الشوط الرئيسي ليبحث عن الرمز، ليبحث عن الشداد، ليبحث عن هذا المعنى المميز الذي يتواجد في شوطنا الأول، شوطنا الرئيسي، شوطنا الخاص بالجعدان. نعود إلى المقدمة نتابع الصدارة، لا تغيير لا تبديل، هناك إصرار من المقدمة مع الأشقر في المركز الأول مبارك بن علي بن مانع العجمي على مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني لا زال مبدع، يبدع بإبداعاته وعطائه المتميز حسين بن علي بن حسين بالسيقان المري، والمركز الثالث يا سلام على مهاجر في المركز الثالث جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري، برنس المضمرين الذي يطلق دائما المشاركة في الأشواط الرئيسية. عودة إلى غيار مبارك بن شعفان بن عويض بن عبيد العامري في المركز الرابع، وفي المركز الخامس ظهر هناك المحنك، ظهرت الانطلاقة، انطلق نشوان في هذه اللحظة وفي هذا المسار، راشد بن سعيد بن راشد بن حمد بن غدير في هذه المنافسة القوية. الأسماء بدأت الآن تقترب من دائرة النداء، 5 مراكز هي التي سيدور عليها وبينها الصراع في هذا الشوط المثير وفي كل الأشواط في هذا المهرجان، مهرجان الإثارة الذي يبدأ بأول ختاميات هذا الموسم الجديد. على بركة الله من خلال هذه اللحظة لا زال الأشقر مسيطر على مقدمة هذا الشوط، يحمل البداية الأولى، يعلن أنه بالفعل اسما على مسمى مبارك بن علي بن مانع العجمي في المقدمة وفي الصدارة، بينما المركز الثاني التقدم بدأ من نشوان في المركز الثاني راشد بن سعيد بن غدير الاجتبي، ولكن أرى الدخول القادم في هذه اللحظة من الحرامي ضحي بن مبارك بن ضحي الاجتبي الذي انطلق في هذا الشوط يعلن تواجده، ولكن المركز الثاني طار فيه العمال، ماركة البطين المعروفة، العمال لطالب بن حمد البطين المري، والمركز الثالث يعود الحرامي في المركز الثالث ضحي بن مبارك بن ضحي الاجتبي، بينما المركز الرابع يحتفظ هنا مبرر هديب بن سعيد بن علي المري في المركز
الرابع وفي المركز الخامس. يا سلام مهاجر عتيج بن حمد بن قريع المري المزعج الذي بدأ الآن في مرحلة الإزعاج بعد أن وصلنا هنا من خلال هذه الانطلاقة ونحن نطالع منصة هذا الميدان، نطالع وكل هذه الجعدان هناك ترقب الشدادة على خط النهاية، تراقب بعين واحدة وتتابع المنافسين بالعين الأخرى. يا سلام يا سلام يا سلام، الإثارة لازالت متواجدة في هذا الشوط من خلال هذه الانطلاقة القادمة. سنصل بعد لحظات إلى لوحة الإعلان في مسار هذه الفئة، فئة الصغار، من خلال التحدي والإثارة التي تحمل كل عناوين المنافسة. راقبوا أيها المضمرون، راقبوا أيها المركزون على مسار هذا الشوط لينطلق الجميع. نذكر الكل باللوحة القادمة 1200 لذكرى المشاركين، ذكرى المتابعين، ذكرى الذين ينتظرون أيضا هنا المنافسة. شوف الحركة كيف بدت في هذه اللحظة، تحمل هذا الاندفاع، تحمل هذه اللحظة الصدارة والمركز الأول. مهاجر المزعج بدأ يزعج، بدأ يزعج المقدمة، والبرنس طار على الصدارة في هذه اللحظة في المقدمة وفي الاندفاع. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، البرنس على المركز الأول في هذه الاندفاعات الأولى. مهاجر ومهاجر مهاجر ومهاجر على المركز الأول والصدارة والمركز الثاني، نشوان على المركز الثاني، نشوان في المركز الثاني. راشد بن سعيد بن حمد بن غدير في منافسة ثنائية بين المحنك وبين البرنس، بين التحدي الذي بدأ في هذه اللحظة يحمل أيضا القادمة، هو مرضي عبيد بن سعيد بن منهان في المركز الثالث. هذه الأسماء الثلاثية التي تندفع بها كل الإثارة والتحديات. مهاجر مهاجر هاجر مهاجر، طار البرنس بالشداد، انتقل الى المركز الاول، حرك الصدارة، حرك الاندفاع، حرك المسار. يا سلام يا سلام يا سلام، اذا الاثارة هنا. سلام سلام عنابي، سلام عنابي، شداد عنابي، شداد شحاني كما يقال. يا سلام البرنس، برنس المضمرين هنا في المقدمة، جار الله بن محمد بن عقيل المري. يا سلام شداد عنابي، سلام يا الدوحة، سلام سلام يا قطر، سلام من خلال هذا الأداء. البرنس هنا مع مهاجر على المركز الأول. المركز الثاني مرضي العبيد بن سعيد بن منانة، والمركز الثالث يعود نشوان راشد بن سعيد بن حمد بن غدير. المركز الرابع العمال طالب بن حمد بالبطين المري، والمركز الخامس كان الذرب محمد بن فري بن ناصر بن دلموك. هذه الأسماء هنا في هذه الانطلاقات في هذه اللحظة. إذن هنا مع هذه الانطلاقة، مع هذه التحديات، إذن هنا مع هذه الانطلاقة، مع هذه اللحظة الجميلة والمؤكدة، هو مهند، هو السيف الذي قطع كل الإثارة وكل التحدي وكل الاندفاع مع هذا الانطلاق المثير، ليكون هنا في المقدمة سار بهذه الانطلاقة، نقل أيضا هذه اللحظات، هاجر بالمركز الأول، وصل المهند إلى القمة والبداية. 7 دقائق 40 ثانية، 97 جزءا من الثانية. سلام يا البرنس، سلام على هذا الأداء الجميل الذي أطلق عنان هذا الشوط. الله الله الله، سلام عن نابي، سلام. المركز الثاني يذهب إلى مرضي في المركز الثاني، عبيد بن سعيد بن منانة أيضا. 7 دقائق 42 ثانية، وفاء وتماما وكمالا، شكرا يا متحدي المضمرين. المركز الثالث كان نشوان، في المركز الثالث أيضا راشد بن سعيد بن حمد بن غدير، وانطلق ب7 دقائق 42 ثانية و20 جزءا من الثانية. هذه هي النتيجة النهائية لثلاثية المقابلة.